أجنيدي يؤكد أن لجنة الصياغة المشتركة تريد تفصيل التعديلات على أشخاص محددين. السراج يختتم زيارة تفقدية إلى مدينة أوباري بعد افتتاح المحطة الغازية. وقفة احتجاجية للعاملين بمجمع مليتا الصناعي للمطالبة بحقوقهم. مشاهدين النشرة الثالثة من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم. أكد عضو لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب سالم جنيدي في تصريح تلفزيوني السبت أن لجنة الصياغة المشتركة لم تأخذ بالصيغ المتوافق عليها، موضحا أن الأطراف المتحاورة لا تريد الوصول إلى حل بل تريد تفصيل التعديلات على أشخاص محددين، معربا عن رفضه لهذه الأسماء وفق قوله. قال احنا يعني نبهها بالصفات، يعني الصفات شو معناها؟ معناها يكون السويحلي ويكون عقيلة. احنا قلنا لهم لا، قلنا لهم هذا مجال مفتوح امام الليبيين بالكامل، يعني من حق الليبيين يدخلوا، اللي يرى في نفس الكفاءة يقدم السيف بتاعه ويدخلوا من حقه، ما مش من حقنا ان نخلوا اي واحد ما يدخلش من الليبيين، كلهم يسمح لهم بالدخول. لكن كونها تختصر على ناس معينين هذا غلط، وبالتالي صار التعثر. هذا وأكد عضو لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب صالحين عبد النبي أن الخلاف مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة ما يزال قائما حول المادة الثامنة، نافيا توصل أعضاء لجنة الصياغة الموحدة إلى اتفاق نهائي بشأن التعديلات الأخرى، موضحا أن هناك العديد من الآراء والأفكار التي طرحت خلال الجولة لكنها لم تسفر عن أي جديد وفق قوله. وفي السياق ذاته قال عضو المجلس الانتقالي السابق عبد الرزاق العرادي السبت إن ما يشير إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة هو فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل إلى أي توافق، مشيرا إلى أنه أرسل إليهما في مؤتمره الصحفي رسالة مفادها أن المؤتمر الوطني هو الحل، وأكد العرادي أنه لن يستطيع فعل شيء دون حل المجلسين وإصدار إعلان دستوري جديد ومنح سلطة التشريع للمجلس الرئاسي وفتح المجال لمشاركة أوسع ولإدخال لاعبين جدد للمشهد السياسي الليبي، موضحا أن الإعلان الدستوري الجديد يكفل إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وكيفية إصداره وقانون الانتخابات العامة وفق قوله. هذا واختتمت لجنتا حوار النواب والدولة جولتها الثانية لتعديل الاتفاق السياسي في تونس السبت وسط صدام في الثوابت وانتهاء الجلسة من دون أي توافقات فيما يتعلق بمضمون الخلاف حول الاتفاق متمثلة في المادة الثامنة. التقرير التالي والتفاصيل. نقاط التوافق العديدة كما نقاط الاختلاف التي ما زالت قائمة. أسبوع من الحوار تخللته إجازات صحفية تدعو إلى التفاؤل وتقارب وجهات النظر، لكن واقع الأمور كان مخالفا لهذه الدعوات لتنتهي الجلسة الثانية من المرحلة الأولى وسط خلاف لم يحقق له توافق. هناك في كل نقطة من نقاط البحث حيز لا بأس به من التفاؤل، وهناك نقاط اختناق أو عنق زجاجة في كل نقطة من هذه النقاط. بكلمات مختصرة حملت دلالات فشل تعديل الاتفاق في ختام أعمال الجلسة الثانية للجنة الصياغة الموحدة، هذا ما حملته كلمة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة الذي كان واقعيا في الحديث عن خلافات تستوجب تنازلات أو تنبئ بتعثر مساعي التسوية. فيما يبدو ومن خلال تصريحات المبعوث الأممي أن الخلاف مضمونا لا زال متواصلا ومتمثلا في المادة الثامنة على اعتبارها آخر طريق التعديلات المغلق. هناك مساحة من التفاهم في كل النقاط بما فيه المادة الثامنة، ولكن هناك جزئيات بحاجة لتشاور
ولكن هناك جزئيات بحاجة لتشاور مع القيادات السياسية داخل ليبيا. يأتي ختام الجلسة في وقت يرجح فيه مراقبون بتغير استراتيجية سلامة للسير في المؤتمر الوطني الشامل ما لم يتفق أحد الطرفين على صياغة توافقية تغلب فيها مصلحة الوطن عن المصالح الشخصية. أسبوع قد مضى وجلسة انتهت أعمالها، لكن النتائج لا تذكر والتوافقات التي قيل أنها حدثت لا تمس مضمون الخلاف متمثلا في المادة 8 من الاتفاق السياسي، لتكون المرحلة الأولى من خطة المبعوث الأممي غسان سلامة رهينة الفشل ما لم تعزز بتنازلات يكون لها مقابل. محمد عبد السميع لقناة ليبيا بانوراما تونس. أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتماد لمسلاتي ضرورة ألا يكون هناك خلط بين المسار السياسي والدستوري، موضحة أن الأخير عبارة عن تأسيس الدولة الليبية، أما المسار السياسي فهو حل لمشكلة مؤقتة لحين تأسيس الدولة بدستور دائم للبلاد. وكشفت لمسلاتي في تصريحات صحفية عن فحوى الرسالة التي وجهها رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور إلى غسان سلامة والتي تفيد بضرورة عدم المساس بالمسار الدستوري، مشيرة إلى انتهاء الهيئة من التصويت على الدستور وفقا للإعلان الدستوري والقواعد الدستورية. يبحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي الاثنين مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا. وسيلتقي الوزيران بحسب بيان للخارجية التونسية في مدينة باليرمو لمناقشة التنسيق في مجالات الهجرة والشباب والتنمية. اختتم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج زيارته إلى مدينة أوباري السبت عقب افتتاح محطة أوباري الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية برفقة وفد ضم وزراء الحكومة ووكلاءها وأمير الحرس الرئاسي. وبحث السراج مع عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بيا والقيادات الأمنية وحكماء المدينة وأعيانها وناشطي المجتمع المدني حلول عدد من المختنقات التي تعانيها المنطقة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المرافق والمؤسسات العامة من بينها مستشفى المدينة. ونبقى في الجنوب، حيث طلب عدد من أهالي مدينة غات السلطات الجزائرية بفتح الحدود البرية مع ليبيا أمام الحالات الإنسانية، مناشدين في بيان لهم السبت خلال وقفة نظموها أمام منفذ تين الكوم الحدودي بين ليبيا والجزائر السلطات الجزائرية ضرورة فتح المنفذ أمام المرضى من المدينة وذلك للعلاج في المستشفيات الجزائرية بسبب تردي الخدمات الصحية في غات. وفي ذات السياق، نظم عدد من سكان مناطق المنارة والجيزة البحرية والعمارات السكنية بسرت السبت وقفة طلبوا خلالها بإعادة إعمار مناطقهم التي دمرت في المعارك ضد تنظيم الدولة. وأعرب السكان عن استيائهم من المعاناة التي تمر بهم بعد تدمير منازلهم، إضافة إلى ما تعانيه المدينة من نقص في الأدوية والسيولة النقدية والوقود وغاز الطهو. وبدأ أهالي سرت العودة إلى منازلهم فبراير الماضي بعد نحو شهرين من إعلان غرفة البنيان المرصوص سيطرتها على المدينة. كما نظم المستخدمون بمجمع مليتا الصناعي الخميس وقفة احتجاجية على ما وصفوه بتجاهل لجنة إدارة الشركة مطالبهم منذ 3 أشهر، موضحين في بيان تلاه أحد العاملين أمام المجمع أنهم طلبوا بشكل رسمي وحضاري بصرف مرتباتهم إلى جانب منحهم التأمين الصحي، غير أنهم لم يلقوا من المسؤولين أي تجاوب وضربوا بمطالبهم عرض الحائط. المستخدم من صعوبات في الحصول على قوت يومه والمشاق الذي يتكبدها في الالتحاق بعمله نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في المناطق المحيطة بالمجمع،
فضلا عن عدم تمكنه من الحصول على أبسط حقوقه وعلى رأسها التأمين الصحي. ها نحن اليوم نواصل مسيرة مطالبنا عبر المسار السني والحضاري، أملا في أن تلقى أداة صاغية وردود أفعال ملموسة تسهم في رفع المعاناة عن المستخدم الذي يقضي جل يومه داخل المجمع دفعا لعجلة الإنتاج. في درنا قال مسؤول الملف الأمني بالمدينة العقيد يحيى الأسطى عمر في تصريح لليبيا بانوراما السبت إن قوات غرفة عمليات عمر المختار ما زالت تمنع دخول غاز الطهوي والوقود إلى المدينة، وهذا ما فتح المجال لتجار الحروب من المناطق المجاورة للتلاعب بالأسعار حتى وصلت 7 لترات من البنزين بالسوق السوداء إلى 25 دينارا، ما سبب أزمة في الأفران وارتفاع سعر الخبز، مشيرا إلى أن بوابة مرتوبة تعد المتنفس الوحيد للمدينة بعد إغلاق جميع الطرق والمداخل. أعلنت غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة بصبرات الأحد على فيسبوك ضبط 6 شاحنات لتهريب وقود في المدينة، هذا وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز قد فتحت في إبريل الماضي ملفا أهدر على الدولة نحو 21 مليون دينار وخلال 25 يوما في خطوة قالت إنها بداية حرب شرسة على المهربين ومحطات الوقود المخالفة للشروط القانونية وغير الملتزمة والمشاركة في عمليات تهريب الوقود واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة. كما أعلنت الغرفة حل لواء العروبة بالمدينة نفسه وتسليم أسلحته وألياته إلى الغرفة بحضور ضباط وضباط صف وجنود من الغرفة ولفيف من أهالي المدينة، معتبرة أن هذه الخطوة إيجابية. كما أكدت الغرفة في بيان لها سبت قيام أمير الغرفة العميد عمر المبروك عبد الجليل باستقبال مجموعة من لواء العروبة بمكتبه بمقر الغرفة، مشيدا في كلمة له بهذه الخطوة الإيجابية والاستجابة لنداء الوطن ومشاركة الجميع في سبيل استتباب الأمن بالمدينة خدمة للصالح العام وفق البيان. أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقاعس السلطات المحلية بمدينة الخمس تجاه عدم انتشال جثث المهاجرين المنتشرة على شواطئ المدينة، مطالبة مجلس الخمس البلدي ووزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية إزاءها. ونشدت اللجنة جميع المنظمات الدولية العاملة بمجال الهجرة العمل على تقديم يد العون للسلطات المحلية بالمدينة وفق نص البيان. أشرفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الجمعة على ترحيل 172 مهاجرا سودانيا من مطار معتيقة إلى السودان، وقالت المنظمة إن الترحيل يأتي ضمن العودة الإنسانية التي تنظمها من حين إلى آخر. ويذكر أن المنظمة أشرفت في السابق على ترحيل مواطنين من جنسيات إفريقية إلى بلادهم. رفضت محكمة الاستئناف البريطانية منح صندوق الثروة السيادية الليبي الحق في الطعن بقرار أصدرته المحكمة العليا في لندن عام 2016، وذلك في الدعوى التي أقامها الصندوق ضد بنك جولدمان ساكس بقيمة 1,200,000 دولار. وخسرت المؤسسة الليبية للاستثمار دعوى في 2016 تتعلق باستثمارات في مشتقات أسهم جرت عام 2008، وتبين أنها عديمة القيمة ولم يفهم الصندوق حينئذ عملية الشراء التي كانت معقدة، وأن جولدمان ساكس أخل بمهمته بوصفه مستشارا أمينا، لكن القاضي لم يقبل تلك الادعاءات. النشرة متواصلة وفيها بعد قليل. كلية السياحة والضيافة بمصراتة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لهذا العام.
الشعب الليبي كله يتطلع إليك لتحقيق أهدافه في الأمن والاستقرار والرخاء، ولا شك أن تحقيق ذلك يتطلب جيش ليبي واحد يعمل تحت مظلة الوفاق الوطني الذي يجمع كل الليبيين. أهلا بكم من جديد. عقد السبت بطرابلس المؤتمر العلمي الثالث حول المسؤولية الطبية تحت شعار الواقع والأفاق برعاية المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية بوزارة الصحة بشراكة واسعة من المسؤولين والمهتمين. زياد الحجاجي والتفاصيل. ولا درس في علم الوقاية. بعد مرور 3 عقود على صدور قانون المسؤولية الطبية وإنشاء المجلس الطبي الخاص بتحديد المسؤولية الطبية، عقد بطرابلس المؤتمر العلمي الثالث الذي يهدف إلى مراجعة التخصصات الواجب توفرها والتي تشكل غالبية دعاوي الأخطاء الطبية وتطوير آليات العمل مع الجهات المخولة. القضاء والنيابة والرقابة الإدارية وشركات التأمين اللي يتم فيها صلح ما بين المدعي وبين الشركة، فهذه الجهات اللي مخولة بأن ترسل للمجلس واللي من خلالها يتلقى المجلس القضاء وينظر فيها ثم يعيدها إلى مصدرها. على الرغم من وجود هذا المجلس في ليبيا واعتماده من قبل الجهات الرسمية، إلا أن الكثير لا يعرفه وقد تجاوز تأسيسه 3 عقود من الزمن. في ناس أصلا ما تعرفش إن في حتى مجلس لتحديد المسؤولية الطبية. في الشارع العام مرات تلقى ناس بقولك شو المجلس، ما فيش فكرة. فلهذا احنا من المؤتمر هذا من خلاله نبغى نعرف الناس تعرف إن في مجلس وإن هم في يتقدموا لقضايا، وإن إن شاء الله بإذن الله إذا كان عندهم حق حياخذوه عن طريق المجلس. تنفرد ليبيا من بين دول العالم بأن لها مجلس يحدد المسؤولية الطبية في حال حدوث الأخطاء المهنية في التطبيب. عليه فإن القوانين المعمول بها من قبل المجلس هي التي تحدد الحق للمدعي أي المريض أو للمدعى عليه وهو من يمارس المهن الطبية والمهن المرتبطة به. ولعل في كثير من آيات القرآن الكريم ما يدل على ذلك. نظم بكلية السياحة والضيافة بمصراتة السبت حفل إشهار الكلية وتخريج الدفعة الأولى لهذا العام، وافتتح على هامش الحفل معرض التراث الذي يستمر لمدة 3 أيام. كما ستقام ندوة علمية للتعريف بالسياحة في اليوم الثاني، في حين سيكرم في اليوم الثالث المشاركون في هذا الحفل. نحتفل اليوم بحفل إشهار الكلية وكذلك تخريج أول دفعة للكلية في تخصص إدارة السياحة، ويتضمن حفل الإشهار وكذلك افتتاح معرض للتراث
الليبي بالمدينة، وكذلك التعريف بالسياحة العلاجية من مستشفيات متواجدة في مدينة مصراتة، وكذلك أيضا بتعريف بمكاتب السفر والسياحة. ويستمر هذا الحفل لمدة 3 أيام متتالية، حيث سيكون طبعا الحفل الأول كان حفل إشهار وتخريج الدفعة، اليوم الثاني سيكون طبعا ندوة علمية في مجال السياحة بحضور مستشارين وأساتذة في هذا التخصص، وسوف يكون اليوم الثالث وهو تكريم المشاركين وتكريم الداعمين لهذا الحفل بالكامل. أقامت منظمة ليبيا للتنمية والثقافة بدار العلوم والثقافة السبت أسبوحة شعرية ضمن أنشطتها الثقافية، مضيفة أن هذا النشاط لن يكون الأخير، وأكدت أنها ستنظم نشاطات مماثلة في الأسابيع المقبلة. يقيم هذا المنتدى اليوم بدار الفنون والثقافة طرابلس أسبوحة شعرية، وهذه الأسبوحة ضمن نشاطات المنتدى الذي كان له سبق في إقامة مثل هذه النشاطات، وكانت لنا ورشة سابقة بعنوان المجتمع الذي لا يقرأ مجتمع لا يتطور، وهذه الأسبوحة لن تكون الأخيرة، وهناك المزيد من النشاطات، ونتمنى الإيجابية والدعم لإيصال رسالتنا، وخاصة في هذه الظروف والاحتقان الذي يعاني منه المواطن. تعيش مدينة سبها ومناطق الجنوب أزمة إنسانية بسبب نقص المواد الأساسية، أبرزها انعدام غاز التهوي بالمدينة وعدم توافره بنقاط البيع الرسمية، ما جعل بعض المواطنين يحاولون توفير غاز التهوي بطريقتهم الخاصة وبسعر مناسب. مزيدا من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أدى ارتفاع سعر غاز الطهي في مدينة سبها إلى لجوء الأهالي في بعض الأحياء إلى القيام باستجلاب غاز الطهي من مستودع مصراتة مباشرة، وذلك دون الرجوع إلى الإجراءات الرسمية، فهم يرون أن سبب معاناتهم بالدرجة الأولى وهم المسؤولون بمحطات البيع بسبها. المواطنين في سبها يعانوا من الأمن، يعانوا من قلة الوقود، يعانوا من قلة الغاز، يعانوا من التزمت القبلي، يعانوا من مجلس بلدي فاشل. وبالرغم من صعوبة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، إلا أن أصحاب المبادرة قالوا أنه تم تفهم الوضع بمستودع مصراتة، واستطاعوا استخراج هذه الحمولة لتصل للمواطنين بسعر لا يتجاوز 5 أو 10 دنانير، بينما وصل سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى 60 دينارا. نشكر أخوتنا الذين ساعدونا، أخوتنا في مصراتة، المجلس العسكري والمجلس البلدي وأخوتنا التوار، وساعدونا لتأمين وصول هذه الشحنة إلى هذه المنطقة، ونشكر جميع الخيرين في مصراتة الذين وقفوا معنا، وهذه جهود من المواطنين، لتكاتف المواطنين لتوصل كل اسطوانة الغاز لأي كل بيت في هذه المنطقة من جميع الشرائح بأقل تكاليف. مبادرة أهلية جاءت بسبب المعاناة المستمرة لهؤلاء السكان في الجنوب، مع صمت للجهات الحكومية وعجز كامل عن توفير أبسط الخدمات للمواطنين. لقناة ليبيا بانوراما، محمد البكوش، سبها. النشرة انتهت، وإلى العنوان. أجنادي يؤكد أن لجنة الصياغة المشتركة تريد تفصيل التعديلات على أشخاص محددين. السراج يختتم زيارة تفقدية إلى مدينة أوباري بعد افتتاح المحطة الغازية. وقفة احتجاجية للعاملين بمجمع مليتا الصناعي للمطالبة بحقوقهم. في أمان الله.